هذا واجتمع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية في مدينة واشنطن مع السيد جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي، حيث تم بحث العلاقات الثنائية التاريخية وأهمية تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، كما تم التطرق إلى أهم القضايا والتطورات في المنطقة والعالم وتبادل الآراء ووجهات النظر حيالها. وأعرب معالي وزير الخارجية عن اعتزاز البحرين بما يجمعه من علاقات متميزة وتحالف استراتيجي مع الولايات المتحدة في شتى المجالات، مشيدا معاليه بما يشهده التعاون الأمني والعسكري بين البلدين الصديقين من تطور كبير يستند إلى تاريخ طويل ومنظومة متكاملة من العلاقات الأمنية والعسكرية يدعمه الأهداف المشتركة والمساعي الهادفة إلى إرساء دعائم الأمن والاستقرار. ونوه معالي الوزير بتنامي التعاون الاقتصادي والعلاقات التجارية بين الجانبين التي تعد من الركائز الأساسية للشراكة الاستراتيجية، خاصة منذ بدء تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة في عام 2006 وبفضل ما يتسم به الاقتصاد البحريني من تطور وتنوع. وأعرب معالي وزير الخارجية عن تقديره للدور الكبير الذي تطلع به الولايات المتحدة لوضع أسس راسخة للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والتصدي للإرهاب بمختلف أشكاله والقضاء على أسباب التوتر والصراع ومن أخطرها سياسات إيران ودعمها المتواصل للإرهاب، مشددا معاليه على التزام البحرين التاريخي والثابت مع الولايات المتحدة الأمريكية لصد السياسات الإيرانية ومختلف التهديدات المشتركة والقضاء على الإرهاب لخلق بيئة أكثر أمنا للجميع. من جانبه رحب السيد جون بولتون بزيارة معالي وزير الخارجية مؤكدا على علاقة الصداقة والتعاون المشترك على المستويات كافة ومواصلة التنسيق المشترك إزاء مختلف القضايا والتحديات، منوها بإسهامات البحرين في مواجهة هذه التحديات.